يعني ايه؟ يعني هيضحي بيك عشان يحمي نفسه؟ ما انا قايل لك يا سيد، قايل لك ان السكه دي سودة واخرتها طين، واللي يتسند على معلم المنبار ده يدخل في الحيطه. خلاص بقى معلم سلطان، فات الاون على الكلام ده. ايوه، طب هو ما قالكش مين اللي طالب رقبتك؟ بيقول مره مره بس من فوق قوي. ايوه، من فوق فين يعني؟ عند المقدرش لهم، لا الا لو ترد لهم كلمه يشيل هو الليله. السلام ليه؟ الشايب في زمانه؟ المره دي اسمها موجة الشايب، تسمع عنها؟ موجة الشايب ممكن تكون بنته، بنت اخوه. بس الشايب ده من زمان قوي، يعني من ايام انا وابوك على قديمه، يعني مش عارف اذا كان عايش ولا ميت، ولا ميت على الدنيا. بس سيبك من الحكايه دي، يعني انت دلوقتي راجل فوضى. طب هو ما قالهالكش صريحه كده؟ ماليش فيه. لا مش صريحه، بس هو عامل فيها عايز يساعدني ويقف جنبي عشان يطرمخ على الموضوع. ايوه بس ايه الضمان ابو خالص؟ الضمان انهم يستنوا فوضى وما يعملوهاش هم بنفسهم. انا ولا يفرق معايا. طب خليهم كده يفكروا عليا الحرام لاجيب بطنهم نصين. يا عم اهدى شويه وبلاش فتحه صدر. الله، يا خناقه في خماره ابو خالص. ما انت حر في نفسك يا اخي، انما اللي منك اللي منك دول ما لهمش ذنب تشيلهم ليه الهوا ده؟ امال كنت عايز نعمل ايه؟ الدرزة المعيز؟ لا يا سيد، تسافر. اسافر؟ تسافر مطرح ما جيت يا سيد، شويه كده وترجع تاني. وعلم على روحي. بقول لك يا معلم، كله على وضعه وانا ليا تصرف تاني. انت حر يا سيد. يو يابا، دي تالت مرة تتفرج عليه. أنا كان قصدي بصيتك. أنت عايزاه أشوف بنتي بتبصلي وبتكلمني ومبقاش مبسوط؟ أنت رديت فيها الروح يا نصر. طولت العمر ليك يابا والمدى. طب والله العظيم لولا الملامة ما كنا عملنا أي حاجة غير لما تبقى في وسطنا. يا نصر، أنا من يوم ما خلفتك وانا بحلم بيوم فرحك. انت اول فرحنا واول فرحنا يا بنت. بعد كده جه سيد واحمد ورحاب، وزعت الحلم عليكم كلكم عيل عيل. لكن لما جت ايه كنت فرقتكم خلاص، مشلتهاش على ايدي. دوم بنت الكلب تعملها وتسبقكم. يا اصل الفرح زي الحزن، كله بيطلع من القلب. والفرحة اللي أنا شايفاها في عينك دي تسوى الدنيا وما فيها. يا حبيبتي يا نصرة، إن شاء الله ربنا هيعوضك. أنا تعبت أوي يا نصرة، الحلم بقى تقيل عليا وقلبي ما بقاش بيستحمل. أوقات أقول لنفسي يا ريتني كنت مت بجد. أحسن الصبر، بعد الشر عليك يابا. الصبر يابا، عشان في ربنا كبير. قام خدها على كرامته وعاوز يضيع نفسه بلاش. الله، وانت مقدر نفسك ليه يا معلم؟ ده انت عملت اللي عليك والزياده. وبعدين لما مؤاخذه يعني التوبه دلوقتي في حجره، يعني حاجه عليها لحد ما تعوره في وشه يرميها ويقولها في كيك. يا ابني افهم افهم، بقول لك خدها على كرامته كانه عايز يخلص يلبسها فيا العويل. طب بقول لك يا اخو، نهايه الحوار عليا الحرام من دينا اجيب لك رقبته بايدي لو حكم. لا مؤاخذه يا فندينا، لو خايف حل روحك من الحوار ده. خايف؟ شوف العويل التاني. فكرك يا طيب، مين اللي سحب على الست موجه ووشوشها باسم سيد بوخارست؟ وانا ليا بيه في الليله دي يا فندينا؟ ده انا باخدك اخوك ما اخدلكش الاذيه. لا ترضى. هتبحلق لي عقلك وزه. قال لك اضرب جمالين في ركعه واحده، اخلص بالواد اللي واكل عقل اخويا. وافرش بقى مع الست موجة عشان. طب مانجا طيب يا فندينا، انك عارف ان الواد واكل بدماغك حلاوه عشان تتبلع على اخوك ابن امك وابوك.
لا والاكاده يا فندينا ان ايدك بترعش في دم في مصلحه. هو الواد ده عامل لك ايه يابا؟ مش هو اللي عامل لي، افهم. ابوه معرقب كتافي بعشر سنين، يوم لما يحل اجل امد انا ايدي واخده والله في جنب. طب وستي موجه هنعمله فيها ايه يا فندينا؟ ساعتها بقى نشوف لها سكه. طب والكعبه الشريفه؟ والكعبه الشريفه عم الدنيا وسيد النا، شافت دماغها؟ شافت دماغها يا جدع. وبعدين احنا مهما طلعنا ولا نزلنا، ما الواد بوخارست ده ابن النصريه، والنصريه طول عمرها تنصر اهلها الغريب. وياكش تولع. هتفضلي بصلي كده ما بتاكليش؟ بشبع لما ببصلك. في واحدة هأكلك أنا. مبسوطة يا بطة؟ مبسوطة؟ ده أنا طايرة من الفرح. الدرجة دي؟ وأكتر ورحمة أمي. هو مفتاح الباب. إزيك يا بطة؟ الحمد لله كويس اني لقيتك يا احمد. ايه يا حبيبتي، تعالي اقعدي كلي. لا الف هنا، انا سبقتك. طيب اعمل لكم حاجه تشربوها بقى. ماشي يا حبيبتي. علي يا حبيبي، مالك؟ خير؟ خير يا حبيبي، مفيش حاجه. انا بس كنت حاسه انك وحشني، وبقالي كتير ما شفتكش وما اتكلمناش زي الاول، فقلت اما اعدي عليك. معلش انا عارف ان الفتره اللي فاتت دي اتشغلت عنك كتير. طمنيني عليك، انت عامله ايه؟ مش عارفه يا حبيبي، ما بقتش عارفة مالي، حاسة اني تايهة كده ومش عارفة اركز في حاجة. هو اللي حصل برضو من آية وصلاح ما كانش شوية، انا عارف. انت بس محتاجة فترة كده عمال ما ترجعي زي الاول واحسن. لحد امتى بس؟ انا خلاص ما بقتش قادرة استحمل اكتر من كده. حاسة اني لوحدي، وحاسة ان انا هفضل كده طول عمري قلقانة وتايهة وخايفة. بفكر في اي حاجة عايزة اعملها او اي كلمة عايزة اقولها الف مرة. حاسه ان انا مش رحاب بتاعت زمان. اتفضل. شكرا. ده انا حتى احمد انا مش لاقي حد اتكلم معاه، مش قادره اطلع اللي جوايا لاي حد، خايفه كلامي يعمل مشكله ما بقاش قدها. احمد ارحب معاكي، كملي يا حبيبتي. لا خلاص انا لازم امشي، ورايا حاجه لازم اخلصها. نبقى نكمل كلامنا بعدين. كويس ان انا اطمنت عليك. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. انت بتكلمي مين؟ رد عليا. بلاش بصة الشك اللي في عينيك دي يا احمد. انا بتاعتك انت وبس. مش انت اللي رحتي لبوخارست وقلتي له يوافق عليه؟ ايه اللي مزعلك بقى دلوقتي؟ وانا كان بايدي ايه بس اعمله وما عملتوش؟ هو كده كده ما كانش عايزني، يبقى لا انا ولا هي كمان. بس انت ازاي تقبلي تشوفيه بيضيع قدام عينيكي كده؟ وانت اللي بتساعديه على ده كمان؟ اللي بيحب حد بيحب له الخير، وانا حبيت صلاح بجد. ما كنتش هتبسط ابدا يعني لو خسر كل حاجه زي، بالعكس كنت هحزن بزياده. طب وانت يا رحيم؟ انا هنسى، لازم انسى. بس انت على ما تنسي ممكن تخسري نفسك. كل ده مش شاغلني ولا مخوفني، مش عارفه ليه. اكتر حاجه مضايقاني ان مفيش اي حد حاسس بيا، كله تايه ومشغول، محدش داري بحد. حتى احمد اللي كان سرنا سوا، اللي كان كلامي معاه بيريحني، دلوقتي مش لاقيه ولا لاقيه غيره. محدش بيبكي على جرح حد يا رحيم، وديكي لسه قايلاها اهو، كله تاني.
ايوه بس دول اهلي. ساعات اقرب الناس لينا هم اللي بيكونوا سبب تعاستنا. تعرفي؟ انا ما فيش حد اذاني في حياتي كلها اكتر من حد. كان اقرب حد لي. ده المفروض يعني. بس حياتي كلها اتدمرت بسببه. وقدام عيني. وهو كان بيتفرج. كان بيتفرج بس. وعملت ايه؟ حبيت نفسي. ركزت معاها وتعبت عشانها قوي. بعدت عن كل اللي ضايقني. صحيح ما قدرتش انساها. بس على الاقل ما بقوش شاغلين تفكيري طول الوقت زي زمان. يا ريت اقدر اعمل كده. يا ريت. لو عايزه هتقدري. انا جاي اتاسف يا معلم على اللي بدر مني وطالب السماح. كانت وزت شيطان وراحت لحالها. ايه القرصه جابت دم والدم ساح على الارض يا معلم وطرطش على الخلق اللي ماشيين. طب انا ايه اللي يضمن لي انك ما تعملهاش تاني؟ ها راجل ما حلتش الا سمعتي يا بلبل. سمعتك على راسي يا معلم وانا هبقى اول واحد يحافظ عليها. لما انت قلبك طري كده وبتجيب ورا زي النسوان كان لازمتها ايه فتحه الصدر من الاول؟ اعتبرني كنت مبرشم والبرشام طافي على عينيا بس خلاص فقت وجاي اصلح الغلط. بس يعني لا ما بسش يا معلم. يا معلم انا اتمسح بيا الارض واللي يسوى واللي ما يسواش كانوا عيش عليا. عشان واطي واطي وبتعض في اي حد في طريقك. بس عشان اهبل وقعت فيا ابوس ايدك ورجلك يا معلم. اعمل فيا اللي يرضيك بس بلاش شغلي. رجعني زي ما كنت وانا هبقى طوعك هنفذ اللي انت عايزه. ماشي هترجع بلبل بس من هنا ورايح انت بتاعي. ها لما امر تنفذ. ومن غير ما تامر يا باشا انت بس تشاور. اديني اماره بلبل طياره. طياره. ماشي خايف في الاخر تطلع توك توك. هنشوف. ما علمش انت. انا مش مفطن معلمك على يومين كمان بعد الليله. ايه اللي هدفك علينا في البدري؟ بدري ايه؟ انا كده جاي لك في المتاخر. الليله زنقت. معناته ايه الكلام؟ الحكومه مترشقه في كل حته على الطريق، شكلها كده هرشت الموال، وانا يا دوب كده عرفت اسلك بالعافيه، لازم نخلص النهارده، قلت ايه؟ على مهلك علينا، ما تلفش دماغي وتبلفني تحت باطك. فود عنده علم بالكلام ده. يعني انا اجي من دماغي؟ العربيه واقفه بره، هتحمل الحاجه وتاخد عربونك. ما تأخذنيش أسمعها منه. ماشي كلمه. مقفول. خلاص نستناه. ما احنا بنوزع جبن رومي ولا بسطرمة. يا عم حيلك علينا. حيل أنا اللي هيتقدم لو ما خلصناش النهارده. عربونك في جيبي، انت خايف من ايه؟ وافرض اتقفشت، اخلص انا في الضاعه زي دي بحته عربون. يا معلم شندي، انت اول مره تشتغل مع معلم فودة ولا ايه؟ ولا انت بتيجي بالزنقه وتفك؟ يا عم انا شاري. اسمع يا معلم شندي، الناس اللي هتأمن الطريق ما قدامهاش غير النهارده، غير كده بقى تستنى ثلاث اربع اسابيع، قلت ايه؟ خلاص بقى انا قلت اللي عندي. يا سيدي ماشي يا عرب
أنا كمان كنت بحس إني عروسة وأنا قاعدة ساكتة زيك كده، وأنا حاسة بإيدي عليا بتلمس كل حتة في جسمي. بس هو ما كانش بيحبني، ما كانش بيسرح لي شعري، كان بيشدني منه، كان بيوجعني. وأنا ما كانش بيبقى في إيدي حاجة أعملها غير إني أغمض عيني وأسكت. بقول هتعدي، دلوقتي يزهق مني ويرميني لحد ما يجيله مزاجه تاني يقعد يلعب بيا يكسرني يشخبط عليا. ما هو اشتراني. بس يلا الحمد لله أهو مات. وأحلى حاجة في حياتي بقى دلوقتي إنك قاعد كده ما بتتحركش وما بتتكلمش، عشان وقت ما أنا يجيلي مزاجي أجيلك وأقول لك اللي أنا عايزاه وأنت تسمعني وما تعرفش تقول. خلاص بقى يا بلبل بقى، حقك عليا يا اخي. ياب ما تكبرش الموضوع مش كده. طب حط نفسك مكاني. الواحد نازل الشارع دماغه فايره، الاقيك ماسك في ابويا، هعمل ايه؟ وانت عارف اخوك عصبي في الفاضيه وفي المليانه. وانا فيا اللي مكفيني يا صلاح، وبصراحه كده مش حمل غباوتك، وبصراحه ومن الاخر يعني ما كنتش مستنيها منك انت بالذات. طب خلاص حقك عليا. قلت لك غلطه ومش هتتكرر. يا ساتر اهي. وادي راسك كمان. يا جدع خلاص، ده انا بحبك وربنا بحبك. ما خلاص يا بلبل، بقاله ساعه عمال بيراضي فيك. بعد ما انت عارف صلاح كل شويه بمصيبه ومشكله، بس قلبه طيب وحلو. ماشي كلامك يا ابوخا، خلاص غلطه وعدت. قول لي بقى عملت ايه مع فودة؟ اسكت، دي كانت واقعه طين. اول ما طلعت التليفون عشان اقفله ببص لقيت وشه زي ظهره، وكنت هارر لحسن الراجل يتصل على التليفون ويلاقيه مفتوح وتبقى لوصه. يا نهارك ازرق، ده شندي لو كان اتصل ولقى التليفون مفتوح كنا هنتخزق كلنا. بس انا ما سكتش، اخوك يعجبك، رحت مدشدش امه اهو. يخرب بيت دماغك. كسرت التليفون؟ ده انت اخرك صول مش امين. كسرت التليفون؟ انت هتعمل ابن اخت راديو طلعت، ما انت مش هتعرف تقفله انت كمان. طب قول لي رسمت عليه الدور صح؟ عيب عليك، صح الصح. يعني هيرجعك؟ يرجع مين يابا؟ ده ما يعرف الملعوب اللي احنا عملناه فيه هيعلقني من كعوبي. طب عليا الحرام لو عمل حاجه بس كده دغدغها فوق امه وندفع. والله زي ما إيه بقول بس يا صلاح، ايه ده؟ مش ناقصين مشاكل، ما تقلقش مش هيحصل. ما قلقش ازاي بس يا بوخه؟ ما هو الراجل ده الوحيد اللي كان ممكن يرجعني زي الاول. ما هو برضه اللي هيرجعك. ازاي؟ مالكش دعوه بقى، مش عايز ترجع سيب ايدك ورايح ظهرك واتفرج هنعمل ايه. ما رجعتش يعني؟ الحكايه هي الادويه مش عندك ولا ايه؟ لا موجوده، بس الدكتوره كتبت لك الادويه دي ليه؟ والله ولا اعرف، ده هم كلمتين وقلبتني عشان الناس المترصصه فوق بعضها. هو انت رحت لها ليه اصلا يا ميسا؟ ما اعرفش، حسيت كده ان في تنميله ماسكاني من بطني لحد صوابع رجلي، بس هي قالت لي شويه تعب وهيروح لحاله عشان ضغط الشغل. يعني هو في مشكله ولا ايه؟ لا يا ميسا مفيش مشكلة ولا حاجة، بس الأدوية اللي هي كاتباها لك دي بتعالج حاجات في الرحم. رحم؟ لا يا أخويا أنت كده قلقتني، ورحمة أمك لا تقولي على اللي فيها. بصي هو يعني اللي هي كاتباه لك ده معناه إن عندك مبادئ ضمور في الرحم. ضمور؟ أيوه، بيعمل إيه ده؟ بس هو لحد دلوقتي ما بيعملش حاجة، بس ده لو ما اتعالجش صح هيأثر على الحمل. تقصد ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا مش هخلف؟ يا نهار اسود،
طب هي ما قالتليش ليه؟ سابتني على عمايا ليه؟ يعني أنا مش هخلف يا أحمد؟ هبقى بر؟ ماليش طرحة في بطني؟ لا يا ميس، أنا أقصد تقصد ولا ما تقصدش؟ منه ليلة بقى اللي كان السبب؟ أنا لا عايزة أدوية ولا غيره. الشافي هو ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. أيوة كنت فين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانا قلت حاجه غلط؟ كنت فين؟ كنت في الشغل طبعا، ما انت عارف. وبعدين البرنامج خلاص فاضله ايام ونبتدي. برنامج ايه لحد دلوقتي؟ وبعدين ينفع يعني القمر ده يدخل متاخر كده؟ لا 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 لا، بقول لك ايه؟ ما تشتغليش بقى من اولها. احنا لسه على البر، لو مش عاجبك قول لي. ليه كده؟ يا بت انا خايف عليك. بت؟ بص يا حبيبي بقى كده من اولها. انا مش ميسه مقدمه شقاقه من التين والشوك عشان تفرحها بكلمه يا بت دي وتطير بيها من الفرح. انت غيرك بيقولوا لي يا ايه هانم، وانا عذراك طبعا انك مش هتعرف تقولها ولا تنطقها حتى، بس طالما ما بتعرفش يبقى تتعلم. ثانيا يا صلاح، حط على قلبك مروح وما تخافش عشان اوعي لنفسي كويس قوي. يا بنت انا بحبك، هو حد لاقي؟ ده انت المفروض تفرحي ان في حد خايف عليكي وتنبسطي. بقول لك ايه، انا مش عيله صغيره ولا اتبسط بالكلام ده، وانا ما بحبش الخنقه وانت عارف كده كويس. هتحبكها عليا هدعمك. ولا حبكتها ولا عملت حاجه، ده هما كلمتين يا بنت الناس. هما الكلمتين دول بقى بالذات بيقفوا في ظهري. اتاخرتي ليه؟ رايحه فين؟ يا صلاح يا صلاح، انت لو بتحبني بجد وواثق فيا خليني اركز في شغلي عشان اكبر فيه. يا ست الهوانم، انا ما عنديش اي مشاكل، بس انت برضو ما تحبكيهاش في التاخير وفي النزول وفي المنوع. ما بسش يا صلاح، انا لما اخترتك وافقت عليك اخترتك عشان انا واثقه ان احنا شبه بعض في حاجات كتير قوي. انت طموحه زيي وعايز تكبر وتعلى في شغلك. انت الوحيد اللي هتقف جنبي وتساعدني، وتساعدني بجد مش كلام. وانا عند وعدي وهساعدك بجد. طب لازمته ايه بس الوقفه والكلام ده؟ ملوش لزوم. يلا تعالى اوصلك. يلا حبيبي. يا عيون حبيبي. وصلني من شندي. ده حصل يا سيد. حصل يا معلم، بس قبل ما دماغك توديك وتسيبك اسمع مني الكلمتين الاول. ما بقاش فيها سامع يا ابن جلال. انا سبقت معاك بالخير، وانت بدل ما تقدرني لعبت من ورا ظهري وحطيت ايدك على بضاعه مش ملكك. سربعت اللسان بتجيب الغلط يا معلم. تعال شوف الاول بعد كده نتكلم. تعال. البضاعه بتاعتك في الحفظ والصون، ما انش عليا اخلع برصيبي لوحدي. الله، كان لازمته ايه تعمل ده من الاول؟ ما خلصنيش ارجع في كلامك معايا. اسمع يا سيد، انا ما رجعنيش غير خوفي عليك، كنت عايزك تكن وتخفى وفطمتك على اللي فيها. وانا قلت لك ما تقلقش عليا. تعالى بقى اركب معايا نتكلم كلمتين في الهادي. بخصوص ايه؟ تعالى بس يلا. ماشي يا سيد، لما نسمع اخر كلامك. خلاص يا يوني، ما بقاش ليا اسم في اي حاجه انا عاوزتها، لا منها طولت الراجل اللي انا تمنيته، ولا حتى جبت منه عيل يعوضني غيبته. يا بنت ما تفوليش على نفسك يخرب عقلك. مش احمد قال لك الحمد لله ان انت بخير؟ الدكتوره الموكوسه لما رجعت لها قالت لي ان انا لو اتاخرت بزياده مش هخلف. ومين قال بس ان انت هتتاخري؟ يعني انت شايفاها قربت؟ ما قدامك هو ايه وصلاح، أكتر اتنين في الحارة دنيتهم مش مؤلفة على بعض، وهم اتلموا. أنا وسيد اللي مقسومين لبعض من واحنا صغيرين، ما يبردش حتى ناري. يا بنت ده نصيب، وكل شيء بأهواله، ولو وقفتي على راسك كده ما هيحصل إلا لما يجي. وليه أنت بتهديني ولا بتقهريني بزيادة؟ أنا بوعدكي يا هبلة، مش كل اتنين الدنيا جمعت بينهم بيكملوا، ولا كل اتنين الدنيا وقفت ما بينهم بيعطلوا. يعلم الله، يعلم الله ان انا بستمنى الخير للواد صلاح والبنت ايه. بس انت تنيتي خير تنيته. ما تعمليش بقى زي النسوان الطاقه وتركبي لي حد والدف كعب ده وتقولي اشمعنى. امال اقول ايه؟ اقول امين وارضه بنصيبي؟ طب ما انت اهو
قلتيها 100 مرة. خدتي ايه؟ اديكي عايشة من غير ضل راجل ولا حتى عيل يسند خطوتك. عايزة انا ابقى زيك. حقك عليا يا اختي، والله العظيم ما اقصد يتقطع لساني. ايه يا بنت؟ ايه؟ شايفاني بضفاير؟ ولا مش علقة دمعتي على خدي واقولي حسرة قلبي؟ على فكرة انت معاكي حق، انت ما غلطتيش، انت قلتي الحق. بس انا غيرك، انا غيرك. انا مشيت ورا الدنيا، جريت وجريت وراها لحد ما فاتني اللي انت قلت عليه. بس انت غير كده، انت مدبته في فرحتك وحطوا ليها. بكره تقولي يا ودي يا تالت. يا معلم فؤاد، وش عاجبك ولا ايه؟ بحاول اقراك بس مغبشه. انت ليه هتغاوي الصحابه بيني وبينك؟ ماشي يا سيدي، انا سهله عليك، انا هحل لك محق البضاعه خالص، ايه رايك؟ لو ازاي يعني؟ هتاكلها كلها لوحدك؟ عيب عليك يا سيدي المعلمين، انا حقي خدته، حق البلد بقى، اصل مصر دي غلبانه قوي يا معلم. يعني في ايه؟ ادي النيل على حصنة. العجل ريح. ثانية واحدة، هصحيه واجي لك على طول. سيد. سيد. أهلا يا معلم فودة. ومنورنا بنفسك. أهلا، أهلا يا باشا. الحملة دي على إيه ولا مؤاخذة؟ رحب بيا نبيل. يا ألف مرحبا يا معلم. سؤال رفيع كده. هي العربية دي مترخصة قوي؟ ولا عادي؟ قريلة، هتنسى نفسك ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ده احنا ليلتنا بيضة على بن. خالص الكلب. تعمل معايا كده بعد ما عفيت عنك. ازاي؟ عشان طول عمرك واطي وبتعض في الايد اللي بتقابلك في سكتك وبتاكلها، وعشان كده ليلتك سود عشان وقعت معايا. يلا بينا. يلا. اتفضل يا باشا. معقول المعلم فوضى الاسمر يلبس وبالسهوله دي؟ يا جدع احنا دغمغناه رصاص ونفد منها ابن العفاريت. تيجي على قهوه نسمع واهو مالناش يد فيها، ادينا بنتفرج زينا زي غيرنا. صحيح كده بقى، تمامه هيلبس فطوره لغايه لما يخلل او يبقى له اصحاب. الله يرحمه بقى. المعلم معاوض. معلم معوض الاسمر دي نصر كبيره قوي يا رب. على الحرام من دينا حماده، انا ما كنت متخيل ان اليوم ده هيجي. ازاي ما يجيش يا نجم؟ لازم يجي طبعا. انا قلت لك زمان اللي يصبر يهم. صحيح، بس اترستقيت لك حلوه قوي يا فوضى يا اخويا. دماغ بنت حرام قوي. طيب اللي عملك كده خد نصيبه. يلا شوف انت بقى نصيبك. السوق كله بقى بتاعك يا نجم. شوف بقى عايز تدوره ازاي. لسه السوق مش تحت ايدك والله. طيب ازاي مش تحت ايدك يا جدع؟ ما خلصت القسط. لسه فاضل حد. لو تمت يبقى هركب السوق وادلدل رجلي براحتي ركوبه ملوكي، وابقى المعلم معوض الاسمر الجامد. ابقى طيب. حلال الله اكبر. كده برضه قميص هتخبي عليا كل ده؟ طب وانت ليكي من غير سيد عشان تشتكي له؟ ما تتحط بقى، هو في حد عارف اللي في قلبي قدك؟ وازاي دكتور احمد يخبي عليا كل ده؟ طب لما اشوف. طب خلاص خلاص بقى يا بنت، بتعيطي ليه؟ خايفه من كتر الشكوى تقول عليا مره زنانه مش شايفه من الغربان. بس انا يعلم ربنا مش طالبه من الدنيا دي كلها غيرك. خايفه احسر قلبك، ما اجيبلكش العيل اللي انت بتتمناه، اللي يشيل اسمك واسم ابوك، وساعتها هتسيبني مش كده؟ اسيب مين يا بت؟ يا بت انا ماليش غيرك، حتى لو قدرها ربنا على كده ورحمه ام عيال الدنيا كلها ما هتغنيني عنك. صحيح يا سيد؟ صحيح يا سيد. لو حد ضحكتك دي ودمعتك دول لا فرحك قريب، هنتلم انا وانت في بيت واحد
وهدلعك دلع، مفيش بنت في مصر كلها تدلعيني. بس على الله نحس امك ده يتفك احسن ما يتعاد. خلاص بقى. صراحة نفسين عدالة يا ابو الصلح. ايه رأيك؟ ظهر زي الظهر، بركة الكوميسيون. بس انت سقطت عليهم منين دول يا صلح؟ عارف يا بلبل، انا قريت كتير قوي على اضرار الحشيش. وعملت ايه؟ امتنعت عن القراية. انت مالك انت سقطت عليهم منين؟ واشد ولا بحلق؟ لو انت صادق سد وتحريات كده كده. صدق ان انت ود ابني كلب زي صاحبك، وانت خف شويه على فرش الحشيش، خلي حته لبكره. قوموني قوم يا خوي. ايه الحقي ده غرق؟ غرست في الكلب. ليه انت رايح فين؟ لا انا عندي شغل، انزل افوق شويه كده قبل ما اروح. ماشي ماشي يلا. خلي بالك من السلمه المكسوره. قال يفوق. ملك يا وني مش مظبطه. مفيش يا خوي. مفيش؟ ده انا شايف كلاب سهرانه مقطعه بعض في دماغ. في ايه يا وليه؟ قلقان. قلقان قوي يا صلاح من مشوار ليلتي. قلقانة؟ طب ما تلغي ولا حتى اقفلي تليفون. يخيبك وين؟ يا واد ده بدل ما تديني نفسين في عبي وتقول لي قومي روحي. اديكي نفسين في عبك لكن قومي روحي ايه؟ وانت صغيره؟ ده انت مطلعه اجيال. يا اخوي والحمد لله البنات في كل حته رافعين راس. ما شاء الله عليه. بس برضه متاخدة. نفسي نفسي كده الاقي الناس كلها بتبص عليا، بتبص على رأسي، والصالة بتتكسر بالتزييف، وكيت نازل عليا من رأسي لساسي. بس انا خايف، خايف حد يقول لي كلمة كده ولا كده. طب عليا الحرام لو حد نطق بالرضي لكم فالقوا نصين ومعلقوا على باب الصالة. جرايه وليه؟ ده انت يونيا ليش بس شويه الروس اللي جم بهدلوكي. يا اخويا هما والزمن عليا. دخل عليك برضك اللي عاملها معاك ابو نسب. يعني انا قلت معلمك وحشك قلت اطلعهولك. والله انت ليك دلاله على الحكومه تطلعه في السريع كده ولا ايه؟ لا ده انا كنت مطلعه مخصوص، قلت يحضر دفنتك ويرد على طول. يا جدع عيب عليك، انا عاملها معاك برضك. ده العفش اللي اسمه معوض حب يقدم رقبتك عربون محبه اللي اسمها موجي. يعني ايه؟ يعني معوض كان عايز ياخد مكان فوده؟ بيقيم ضرايب بعيد عنك لما تحل اللي جامع عندها، ينفش ويعمل فيها طور هايل. سيبه خليه هيج ويجيب اخره لحد ما يجي تحت المفرمه يقول سامح يا معلم. طب اسمع مني بقى، الواد ده تمامه حاجه واحده، يتعرقب ورقبته تطير فيها قبل ما تطول اكتر من كده. طب اسمع مني انت بقى، الواد ده لو نهايته جت على ايدي ابقى بصيطه وبعمل له مقام. يا جدع مفيش وقت، انا لو رجعت له وايدي ناشفه من دمك هيبعت وراك غيري، ويا عالم بقى ممكن ياخد حد من اهلك وناسك في الطريق. ياخد حد من اهلي ولا ناسي؟ اخلص اسمع مني يا جدع. اول ما افتكرت يا متر لما المدام امرت جيت، انما اللي نسي او قرر انه ينسى يبقى هي. يعني يا شاهين انت غلطت يا فودة، وبدل المرة ثلاث مرات. وانا بقى يتعدى عليا ولا ايه؟ تقدر تقول لي عملت ايه في الواد اللي طلبت رقبته منك؟ شو ده نفس الواد اللي ضحك عليك ورماك الرمية اللي انت فيها دي؟ مدام صبرت عليك كتير قوي وجابت اخرها معاك، وبعدين طالما انها قررت انها ترفع ايدها عنك يبقى اصبحت ما تلزمهاش. معناته ايه الكلام ده بقى؟ فوضى الاسمر اللي يتباع ببلاش كده يا شاهين، ده انا اجيب عليها وطيها. اركز واعقل يا فوضى، انت كنت تاجر كبير في السوق وعارف اصول اللعبه كويس، وعارف ان اللي بيقع ما بتقوملوش. انا لسه ما وقعتش يا متر. روحوا للمدام انها مجرد خبطه وحقب بعدها، خليها تخرجني من هنا وحتشوف بنفسها اني هرجع احسن من الاول. الباب خلاص اتقفل،
إنما أنت بقى لو هديت وعقلت كده ونسيت القديم هتكمل بقية حياتك على خير، إنما لو هلفظت بالكلام وعملت زي العيال مالكش داية، هنترحم عليك قريب. ما كده يعني مدام دلوقتي بعتاك عشان تهدكني بعد كل اللي عملته عشان هالسنين اللي فاتت دي كلها، طب اسمع بقى يا متر واسمع كويس عشان تروح تسمع للمدام، السوق لسه تحت ايدي، لو ما خرجتش من هنا عليا الحرام نخربها الكل، ان شاء الله يكون مين. أروسة، أروسة، تخيل حياتك دلوقتي ما بقتش تساوي غير أروسة سجاير. اسم الله حليت يا سيد، ايه الدخل اللي انت داخلها عليا دي يا جدع؟ فاكرها فوضى زي ايام فودة ولا ايه؟ ولا قاسم لك نمره شبح وجاي تنفذها معايا؟ اكتب اطلع اقطع وشك يا جدع. هتقطع وش مين؟ مش عيب تكلمني كده في بيتي يا سيد؟ انا خام من دين اكلك صح يا سيد. ده كل صاحي؟ ايوه اكلك صح يا سيد. ايه يا سيد؟ تاكل مين يا ايه يا سيد؟ يا سيد يا سيد